بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في درس جديد من دروس سلسلة التراب كود والزاكس وركس. النهاردة هنبدأ كلامنا ان شاء الله عن بلوجين الفورم، وهو بلوجين من البلوجينز القوية جدا في مجموعة التراب كود. مبدأ يعني الفورم بلوجنز اللي يعني نتعامل معها بحرص شوية، لان عدد البارتكلز فيها وحجمها مهم جدا 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 في عملية الريندرينج وعملية الديزاين. الفورم برضو من البلوجنز اللي بتبان قوي لما بتشتغل على 32 بت مش على 8 بت، وبرضو هنتعرض للموضوع ده في حاجة كتير. اول حاجة تعالوا النهاردة نتكلم على مبادئ الفورم، نتعرف على البارامترز بتاعته، وبعد كده نبدا نتكلم على شويه تطبيقات بسيطه بحيث ايدينا تمشي في البلوجن، لان طبعا البلوجن واسع جدا 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 ما يكفيناش فيه محاضرات كتيره. يعني نبدا اول حاجه نروح على كومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، اختار اي حاجه تعجبك وليكن هنسمي دي ماستر كومب، وبعد كده نعمل اوكي. نيجي بعد كده نحط كنترول واي ونسميها فورم ونعمل اوكي بالشكل ده كده. نروح للبلوجنز ونقول له فورم ونضيف الفورم بالشكل ده. مبدئيا اول حاجه عندك البيس فورم، تمام؟ نكبر شويه عشان نشوف ايه حقيقه الشكل ده. البيس فورم لو انت فتحته كده، خلوا بالكوا ان هو ده السي اس 5، لكن في سي اس 4 بيدي لك هنا شاشه هتقدر انك تشوف منها الفورم، لكن عامه مش مشكله. ممكن نروح للاير وناخد كاميرا بحيث اوريكم ايه الشكل اللي قدامنا ده. لو احنا لفينا الشكل ده كده هنلاقي ان الفورم عباره عن 3 جريد او 3 شبكات ورا بعضها. اذا معنى كده ان ده عباره عن بارتكل فورم على الاكس والواي وكمان على الزد. اذا هو على الزد فيه 3 بارتكلز، وعلى الواي في عدد معين تقريبا 200، وعلى الاكس في 100، لا هو اقل من كده. يعني مبدئيا تقدر تقول انه 3 دايمنشنال بارتكل سيستم. نلغي الكاميرا، هنروح اول حاجه للبيس فورم. البيس فورم عندي يا اما بوكس جريد وهو عباره عن الشكل ده، او اما بوكس سترينجز وهو هو نفس الشكل بس الخطوط دي او البارتكلز دي بتقلب ليه خطوط متصلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده عندي سايز على الاكس، وعندي سايز على الواي، وعندي سايز على الزد. او قبل ما اتكلم على كده اتكلم على اخر واحد اللي هو سفير ليرد، بيبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. نيجي بعد كده نتكلم على السايز على الاكس وعلى الواي وعلى الزد. هنقول انه السايز دوت عبارة عن حجم البارتكلز على الاكس والواي والز. طبعا الكمبوزيشن عندنا كبيرة قوي فاحنا مش هنعمل الحجم ده كله. هنروح على السايز اكس، هقول له مثلا خليها لي 1500، والاول بس نقلب بوكس جريد عشان توضح. والسايز على الواي هقول له مثلا خليها لي 600، و لا 600 كتير، يعني هخليها ولتكن 300. والسايز على الزد انا مش عايز الا واحد، يعني بارتكلايه واحده هتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا حته التقطيعه دي او المسافات اللي بين كل عمود والتاني بيتحكم فيها عدد البارتكلز على الاكس، وعدد البارتكلز على الواي، وعدد بارتكلز على الزد اللي هي معموله 3 بارتكل بس ولا كانها موجوده، لان اصلا السايز على الزد ببارتكل واحده بس. هروح على البارتكل على الاكس واقول له ولتكن 80 مثلا، والبارتكلز على الواي هقول له ولتكن 100. تبدا تدي خط، ممكن تزود لغايه ما تدي لك شبه خط متصل زي ده. عندي بعد كده البارتكلز على الزد، هزود تمام، لكن يعني ملهاش، شوفوا هي تقلت قوي الموضوع لان عددهم كتر، لكن
بيبقوا ستاكت لازقين في بعض. هرجع بدي لواحد تاني واخليها كده احسن. عندي بعد كده السنتر اكس واي اللي هي نقطة السنتر سواء على الاكس او على الواي. لو انت بالبلدي كده لو لبخت فيها اعمل رايت كليك وقول له ريسيت بالشكل ده. سنتر زد طبعا لورا او لقدام. بعد كده عندي الروتيشن، وخلوا بالكم ان انا عندي هنا روتيشن وعندي تحت ترانسفورم وورلد برضو في روتيشن. الفرق بينهم هنتكلم فيه. روتيشن على الاكس ده هيلف لي كل الشكل بالمنظر ده كده، ولو عملت اي حاجه تحت مش هيتاثر بيها الروتيشن ده. ازاي؟ هنشوف. لو عملت روتيشن على الواي، روتيشن على زد، عادي الروتيشن العادي بتاعنا اللي كلنا عارفينه. اعمل ريسيت. تعالوا نتكلم كلامنا، خلونا على بوكس سترينجز تمام، بحيث يعني ان احنا نتكلم على حاجات اشمل، وبالمرة يعني نقلل عدد بارتكلز شوية، نخليها مثلا 30، خليها 15، يعني حاجة بالشكل ده كده. وتعالوا نعمل كرانك اب او نزود عدد او حجم البارتكل، حجم الفورم بالشكل ده. التراكر ده ملوش لازمة، نسحب دي كده تمام علشان نبقى شغالين مرتاحين. طيب نيجي بعد كده للروتيشن. الروتيشن خلصنا منه. لو جينا للبارتكلز، عندي البارتكل طيب هنا سفير او جلوسفير هيدي لمعان، او ستار او كلاود ليت او سموك ليت. مرينا بدول في البارتيكولر، وكاستمايز او كاستم وكاستم كلرايز وكاستم فيل، كل ده كان في البارتيكولر. نفس الموضوع هو هنا في الفورم، نفس الحكايه. السايز طبعا زي ما اتكلمنا فيه، نكبر صغر يعني براحتك. نفس القصه في راندومايزيشن تمام، بس انا مش هتبان او بتبان بس بشكل بسيط. الاوباسيتي طبعا ممكن نقلل الاوباسيتي، ممكن نزودها حسب الحاجه تمام. والراندومايزيشن في الاوباسيتي اللي هو التفاوت فيه، او العشوائيه في الاوباسيتي عشان تدي خطوط مختفيه شويه وخطوط ظاهره. كلر طبعا اعمل الكلر اللي انت عايزه بالشكل ده. الترانسفير مود تقاطع البارتكلز مع بعضها هيؤدي الى بليند مود شكله عامل ازاي. جلو سيبنا منه، هنستخدم الجلو العادي. كويك مابس حالا نتكلم فيها. قبل ما اتكلم على كويك مابس اروح لديسبيرس اند تويست واعمل تويست، اسف اعمل ديسبيرس. ديسبيرس يعني عدم انتظام بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. ولو انا عملت التويست هيعمل لي لي مين لي للخيوط دي. هخلي التويست ده 5 او الديسبيرس 5 بحيث يبقى في شكل باين بالمنظر ده كده. في نقطة عايز اوريكم، شايفين درجة اللون عاملة ازاي؟ هعلي الاوباستي سنة تمام ماشي. لا انا هقللها عشان تبان، هخلي الاوباستي ولتكن 20، طبعا قليلة جدا. لكن لو انا رحت للبروجكت وعملت الت كليك، طب كليك كمان تمام ما بانش حاجة. طيب تعالوا نبينه، تعالوا نحط جلو على الفورم، متهيألي ظهر. لكن عايز ارجع لتمانية تاني، شفتوا بقى الفرق؟ طبعا انت لو مش عارف الحتة دي هتفضل ترفع في الانتنستي بتاعت الجلو لحد ما الشكل هيبوظ منك. وهو القصة مش في دي، هي القصة هنا في ان هو التمانية بت مش كفاية علشان تظهر اللون الاساسي او الافكت اللي انت عايزه من الفورم. اعمل الت واضغط 16 32 ادالك اللي انت عايزه. ممكن ان انا اتحكم في الراديوس، ان انا اكبر الراديوس شويه بحيث يديني الافكت اللي انا شايفه. طيب احنا نشيله بس دلوقتي وبعدين هنكمل. نيجي للكويك مابس. الكويك مابس عباره عن خرائط لحاجات كتيره جدا او خواص في الفورم. بس قبل ما اتكلم على الكويك مابس هتكلم على الفراكتال فيلد. ليه؟ لان الكويك مابس
هتقودني للفراكتال فيلد فابقى انا شفته الاول. في الجزء الثاني من المحاضرة ان شاء الله هنتكلم على الفراكتال فيلد وايه او بيأثر في ايه في الفورم. اشوفكم في الجزء الثاني.